السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى، كيف حالكم أصدقاء؟ أتمنى أن تكونوا بتمام الصحة والعافية. اليوم عدت لكم بالحلقة 18 من تختيم لعبة بوليش شغب المدارس. لمن شاهد الحلقة الماضية فإننا قمنا بتحطيم مكان سانتا. حسنا، اليوم سوف نقوم بمهمة واحدة فقط، لن نقوم بعمل مهمتين، لأنني أريد أن أتحدث عن موضوع. وحسنا، الموضوع هو أن اليوتيوب قام بإرسال لي رسالة أنني قمت بعمل كوبي رايت في الفيديو السابق. حسنا، ربما من الدقيقتين الأخيرتين من الفيديو، حيث يظهر فيها بأن سانتا في المهمة الثانية من الحلقة، مهمة سانتا بالتحديد، حيث ظهرت تلك الأغنية والتي هي جزء من اللعبة. قالت لي اليوتيوب بأنك قمت بإضافتها إلى الفيديو، لكنني مع ذلك لم أقم برفع دعوى، لكنني قمت بطلب من اليوتيوب أن يقوموا بحذف الأغنية، ولقد قاموا بحذفها. حسنا، اليوم سوف نقوم بمهمة، نعم كما ترون. حسنا، سأترككم مع هذا الكاتين، وعندما ينتهي سأعود إليكم. حسنا، اعذروني إذا لم أقم بإظهار صوت الأغنية، لأن الكوبي رايت سيرسل لي في الفور. لذلك عند ظهور أي أغنية سأقوم بحذف صوت الأغنية وسأبقي على صوتي فقط، لأن الكوبي رايت دائما حاضر، لذا علي تجنبه لكي لا يرسلوا لي أي مخالفة. لا، ليس مخالفة، بل رسالة تحذيرية. حسنا، بعد سلسلة بولي أفكر أن أقوم بعمل سلسلة جي تي أي سان أندرياس. حسنا، لدي قناة للمودات لمودة جي تي أي سان أندرياس، سأضعها لكم في صندوق الوصف. ستجدون في الرابط أسفل الفيديو قناتي الثانية، ربما فيها 50 مشترك أو 43، لا أعلم. حسنا، سنبدأ المهمة الآن. لقد طلبت منا هذه أستاذة الموسيقى أن نقوم بعرض مسرحي. حسنا، ها هو ديمي، انظروا كيف أصبح. حسنا، ها هو ديمي كما ترون يا شباب. حسنا، في حال ظهور أي أغنية في هذا الفيديو سوف أقوم بإيقافه. حسنا، كما ترون لقد قمت بحذف الفيديو بسبب الكوبي رايت، ليس الفيديو بل الصوت، آسف، لأنه كما ترون هناك موسيقى، وأخاف من اليوتيوب أن يرسلوا لي رسالة بسبب الكوبي رايت، لأنهم في هذه الأحيان يراقبون الفيديو قبل نزوله إلى القناة، وعند فور نزوله يقومون بإرسال لك رسالة بأنك قمت بعمل كوبي رايت. حسنا، كل ما عليك فعله، لا تخاف، لا تقوم بحذف الفيديو، بل اذهب إلى إعدادات الفيديو واضغط على الملكية وستظهر لك أيقونة، واضغط على حذف الأغنية، نعم، وسيتكفل اليوتيوب ربما في ربع ساعة أو نصف ساعة بحذف الأغنية، ويصبح الفيديو الخاص بك خالي من تلك الأغنية. نعم، لقد جربتها في الفيديو السابق، لمن يريد مشاهدة الحلقة. حسنا، وكما قلت لكم لدي قناة ثانية لعمل مودات جي تي اي وغيرها وتحكير الألعاب، ستجدون رابطها أسفل الفيديو إن شاء الله. حسنا، 38%، انظروا إلى تلك السمينة، إنها تلبس لباس الفراشة وهي بقرة، مضحك جدا. حسنا، انظروا إلى جيمي وصديقه،
صديق جيمي يشبه جاري، انظروا ظننته جاري لكنه ليس هو، ربما من النرد ليس بالخضراء. حسنا، لا أعلم لما شركة روك ستار لا تقوم بإضافة اللغة العربية إلى ألعابها، رغم أنها تضيف لغات كثيرة كالإسبانيولية والبرتغالية والألمانية والصينية والإنجليزية، لكنها لا تضيف اللغة العربية. لكن الهاكرز العرب قاموا بتهكير لعبة جراند سان أندرياس وقاموا بإضافة اللغة العربية، إضافة إلى ذلك قاموا بتهكير جي تي اي 5 الخاصة بجهاز بلاي ستيشن 3 وأضافوا إليها اللغة العربية، إضافة إلى أونلاين أيضا قاموا بإضافة اللغة العربية فيه. نتمنى في القريب إن شاء الله أن تقوم شركة روكستار بإضافة اللغة العربية في ألعابها الجديدة، ربما ريد ديد ريدمشن لم تضف فيها اللغة العربية كذلك للأسف لا أعلم. حسنا، لقد انهينا المهمة كما ترون، لقد استطعنا انهاء المهمة. حسنا، الى هنا ينتهي لقائي بكم. اذا اعجبكم الفيديو وحلقة اليوم فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة، وبيس.